سنة 1941 تحصل حادثة من أغرب حوادث الاختفاء على مر التاريخ. كانت في سفينة ماشية في أمان الله واسمها USS بروتوس، كانت ماشية في المحيط الأطلنطي بجانب الساحل الشرقي لولاية فلوريدا، وكانت السفينة دي على متنها 58 راكب وشوية شحنات تجارية، وفجأة تختفي من الرادار وما يعودش لها أي أثر. بس اللي أغرب بقى من كده إن بعدها بشهر واحد بس سفينة زيها بالظبط بس اسمها USS نيوس، وكان على متنها 61 راكب، وبرضه اختفت زي اختها اللي فاتت وما عادش ليها اي اثر، ولحد دلوقتي ملقوش اي ادله وملقوش حتى جثث، ولا حتى لقوا المركب نفسها، لا دي ولا اللي قبلها. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من كريبتو. مثلث برمودا هي منطقه جغرافيه واخده شكل المثلث، وكل ضلع في المثلث ده طوله حوالي 1500 كيلومتر جوه البحر، والمساحه اللي جوه حوالي 1000000 كيلومتر. المثلث ده النقط بتاعته موجوده في فلوريدا وبورتوريكو وجزيرة برمودا، والمكان ده مش مكان عادي مثلا زيه زي العصافرة، لكنه محل جدال وقصص وروايات اتقالت عليه، في منها المخيف وفي منها اللي يضحك. ولحد وقتنا هذا المثلث ده لغزه متحلش، لكن في شوية نظريات اتقالت عليه، في منها اللي يبان ان فيه شوية عقل والتاني يبان ان فيه هبد. وانا بصراحة شايف ان انا ابدأ لك بالهبد عشان نفك كده عن نفسنا شوية. واحدة من اغرب النظريات اللي اتقالت بخصوص مثلث برمودا ان في هناك ثقب دودي والناس بتدخل جواه وبتطلع الناحية التانية في مكان تاني من الكون. ولو انت مش عارف ايه هو الثقب الدودي، في حاجة كده اسمها نظرية النسبية حطها العالم اينشتاين. النظرية دي بتقول ان الكون عبارة عن شبكة مربعة كبيرة، وكل النجوم والكواكب وقع على الشبكة دي، وابعاد الشبكة دي هي الطول والعرض والارتفاع وكمان الزمن، وسمى الشبكة دي بشبكة الزمكان. والشبكة دي محطوط عليها الكواكب والنجوم وبتهبط لتحت بسبب تقل الحاجات دي، زي مرتبة السرير لما بتيجي تنام عليها. تقل جسمك بيخلي المرتبة ينزل لتحت، ومكان ما جسمك هبط بالمرتبة لتحت، لو انت حطيت ان شاء الله حتى كرة صغيرة هتلاقيها بتهبط وبتنزل لتحت، وهي دي نظرية النسبية، وهي دي كمان الجاذبية، ان وجهة نظر اينشتاين. المهم ان الكون مش شبكة واحدة وبس، هو عبارة عن شبكات كتيرة جدا منتشرة حوالين مننا. هنفترض ان ايدي دي مثلا فيها كوكب اسمه كوكب العصافرة، وايدي التانية فيها كوكب تاني اسمه كوكب محطة الرمل. بدل ما هتاخد ميكروباص عشان تروح من العصافرة لحد محطة الرمل، شبكة العصافرة هتهبط بيك لتحت ومحطة الرمل هتطلع بيك لفوق، هتلاقي فيه ممر سري كده صغير يوصلك من محطة الرمل للعصافرة، او العكس من العصافرة لمحطة الرمل في جزء من الثانية. ما انتش محتاج تركب مشروع بتلاتة جنيه يعني. المهم ان هو ده الممر اللي بيقولوا انه ممكن يكون موجود في مثلث برمودا، وانت لو رحت هناك هتدخل في الثقب ده وتطلع بقى انت ورزقك. وعموما من وجهة نظري انا شايف ان هو مجرد هبد علمي بس على مستوى عالي. نظرية تانية من النظريات المريبة والغريبة بتقول يا سيدي ان في هناك كائنات فضائية. الكائنات الفضائية دي بتشوف اي حد داخل هناك بتروح سحباه وتعمل بقى عليه تجارب، تعمل عليه ملوخية، انت ورزقك وانت وحظك. فالمهم ما تحاولش تروح هناك، لان انت لو رحت هناك هتتخطف. والنظرية دي ما جاتش من فراغ، سبب النظرية دي هو الرحالة الايطالي كريستوفر كولومبس، بالمناسبة هو اللي اكتشف امريكا. المهم وقت ما كان بيستكشف المكان ده سنة 1492، ادعوا قال ان هو في المكان ده شاف نار نازلة من السماء وضربت البحر مرة واحدة، وفضلت الشعلة دي سايبة أضواء غريبة في المكان وفضلت مكملة كده لكذا أسبوع، ما قدرش إن هو يحل لغزها، وقال إن دي كائنات فضائية بتزور الأرض. عموما أنا مش عارف يعني هما لو نزلوا هناك هيمسكوا في الحتة دي ويسيبوا الكوكب كله ليه؟ آخر نظرية بقى في نظريات الهبد الجميل واللي من رأيي إن هي عدت كل خطوط المنطق. بيقول لك بقى يا سيدي إن كل اللي بيحصل هناك في مثلث برمودا بسبب قارة أطلانتس. طب يعني إيه علاقة مدينة مفقودة من زمان بحاجة تحصل في وقتنا هذا؟ بص يا سيدي، القصة باختصار إن في فيلسوف يوناني اسمه أفلاطون اتولد سنة 427 قبل الميلاد. المهم إن أفلاطون قال إن هو كان في رحلة لمصر وكان نازل يزور شوية كهنة مصريين، وبعد ما قعد معاهم وشرب الشاي قالوا له إن في مدينة اسمها مدينة أطلانتس، والمدينة دي متقدمة علميا وكمان متقدمة في صناعة السفن، وإن هم كانوا متقدمين عن أي حضارة موجودة في وقتها، كأنك بتقارن بتروجيت بليفربول مثلا. المهم إن هي اختفت ومحدش عارف هي راحت فين. أما بقى هي ليه ما زالت محل جدل وخلاف لحد دلوقتي، فده بيرجع لثلاث أسباب. أولا الخرائط اللي كان بيدرسها كولومبوس وكان فيها رسمة لجزيرة كبيرة واتقال عليها إن هي دي أطلانتس، بس الجزيرة دي لحد دلوقتي مش عارفين هي فين أصلا. ثانيا الباحثين لقوا سور تحت البحر
بالتحديد في المحيط الأطلنطي طوله حوالي 120 كيلو متر. أول ما شافوه قالك بس امسك فيه، هو ده قارة أطلنطس. ثالث سبب وآخر سبب إن هو فيه طيار في المحيط اسمه طيار الخليج. ده بقى يا سيدي بيطلع من قارة أمريكا وبينزل على قارة أوروبا، وفي نص السكة بيتقسم كده النصين، وبيتقال إن هو بيتقسم في النص لأن قارة أطلانتس محطوطة في النص، فالطيار مثلا هو ماشي كده بيعدي من الناحية دي وبيعدي من الناحية دي. وعموما لو عايز تعرف إيه علاقة كل ده بمثلث برمودا، في مقال 12 في مجلة إندبندنت بيقول إن أطلانتس أصلا موجودة في مثلث برمودا، وإن مدينة أطلانتس كانت بتستمد قوتها من بلورات موجودة فوق سطح المدينة هي اللي بتغذيها بالطيار. ولما الجزيرة دي غرقت تحت البحر، البلورات دي تحت المية فضلت تطلع طاقة سحرية، اي مركب او اي حد معدي من هناك بتسحبه ليها لتحت. وعموما من وجهة نظري كل دي مجرد خرافات واوهام، يمكن تكون اطلانتس دي موجودة بس ما اعتقدش ان هي ليها علاقة بموضوع برمودا ده. ودلوقتي بقى نسيبنا بقى من الهبد ده كله ونتكلم بشوية عقل. اول نظرية وهي نظرية فيزيائية حبتين، المجتمع العلمي شاف ان منطقة برمودا هي منطقة ممكن الاشارات تخبط فيها في بعض، في شوية لكن على كوكب الارض الاشارات لما بتعدي عليها بتترعش وتخبط في بعض وبتحصل حاجات غريبه كده، حاجات مثلا زي اشارات الواي فاي واشارات الراديو لما بيقابلوا بعض بيخبطوا في بعض بيعملوا حاجه اسمها التداخل الكهرومغناطيسي. وبغض النظر بقى ان الموضوع معقد، لو انت في منطقه معاك بوصله وفي تداخل اشارات، الاشارات دي هتاثر على البوصله اللي معاك وهيخلي البوصله ما تدلكش اتجاه الشمال. والموضوع ده حصل فعلا سنه 1895، كان في بحار اسمه جوشوا سولوكوم كان طالع في رحله ناحية امريكا الجنوبية، وفجأة دخل جوه مثلث برمودا والبوصلة بتاعته عطلت في النص وتاه جوه البحر ومحدش عارف هو راح فين لحد دلوقتي. برضو في حادثة تانية سنة 1945، كان في اسطول طيران بقيادة الكابتن تشارلز سي تايلور، حب بقى يعمل نفسه الواد الجامد اللي مفيش منه، وراح بست طيارات جوه منطقة برمودا، وكالعادة البوصلة بتاعته اتوقفت عن العمل والطيارات اختفت اشارتها والطيارات نفسها اختفت. يمكن الطيارات خبطت في بعض، اتعرضت لحاجة، بس عموما السبب ده يكاد يكون واقعي حبتين. سبب برضو من وجهة نظري شايف ان هو يكون واقعي شوية، ان المكان ده فيه موج بحر بس عالي قوي. عالم المحيطات سيمون باكسال قال ان المكان ده فيه عواصف كبيرة قوية، جزء منها بيجي من الشمال والجزء التاني بيجي من الجنوب، ولما بيخبطوا في بعض بيحصل موج عالي في البحر ممكن يوصل لحد ارتفاع 100 قدم. فتخيل مثلا لو في مركبة هناك ايه اللي هيحصل لها. كمان ده ممكن يأثر على اشارات الطيارات اللي بتعدي في المنطقة دي. وعموما السبب ده ممكن يكون مقنع شوية وبعيد شوية عن الهبل. اخر سبب من ضمن اسباب كتيرة ممكن تنزل تشوفها في المصادر، وهي نظرية غاز الميثان. ولو انت متعرفش ايه هو غاز الميثان، احب اقولك ان انت مش عايش معنا في الدنيا. غاز الميثان ده موجود في بيوتنا في مواسير الغاز وكمان انبوبة البوتاجاز، وعلى فكرة هو غاز نقي وملهوش اي ريحه، لكن المصانع بتحط له شويه من مركبات الكبريت عشان بس يبقى ليه ريحه مميزه، لو اتسرب نعرف ان في غاز متسرب. المهم بيقال ان في منطقه برمودا في حفر كتيره مليانه بالغاز ده، والحفر دي موجوده تحت سطح البحر، ولما بيتسرب من الحفر دي بيطلع في الميه على هيئه فقاعات. تخيل بقى لو في مركبه معديه في الوقت ده، على فكره ده هيأثر عليها وهيخليها تغرق وهيخلي الناس اللي عليها ما تلاقيش وقت حتى ان هي تطلب النجده. وكذلك لو في طياره طايره في الوقت ده هيأثر على اشارتها ويخليها تغرق في الميه، ويمكن السبب ده يكون من اقرب الاسباب للواقع. وعموما نتمنى ان العلم في يوم يكتشف لنا السبب الحقيقي في لغز المثلث ده. في نهاية الحلقة عزيزي المشاهد، يمكن سبب من اللي انا قلته لك يكون هو حل لغز مثلث برمودا، ويمكن اللغز يطلع حاجة تانية ما خطرتش على بالنا. القراية والاطلاع هم حل اي لغز ممكن يقابلك مهما كان الصعب قدامك مقفول، فالعلم هو مفتاح اي قفل. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتستنى الحلقات الجديدة، ولو انت فاضي شوف الحلقات اللي فاتت. اشوفك في الحلقة الجاية.